الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 94 من آيات سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قال يقول تعالى: وما منع الناس، قال أي أكثرهم، وما منع الناس أي ما منع أكثر الناس أن يؤمن ويتابع الرسل. يعني هنا الناس عام يراد به الخصوص، يعني لا يراد جميع الناس وإنما يراد الكافرين منهم والكفار هم أكثر الناس. وما منع، لأن من الناس من آمن، فقال وما منع الناس أي أكثرهم، يعني أي أكثر الناس أن يؤمنوا ويتابعوا الرسل إلا استعجابهم من بعثتهم بشر رسلا، كما قال تعالى، يعني إلا تعجبا كيف يبعث الله سبحانه وتعالى بشرا مثلهم يأكل الطعام يمشي في الأسواق، يبعثهم رسولا فيحتجون، يعني يقولون لماذا لم يبعث الله تعالى ملكا. كما قال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، تفسير القرآن للقرآن وهو نفس هذا المعنى، أن الناس تعجبوا أن الله تعالى أوحى إلى رجل منهم، يقولون لماذا لم يوحي إلى من. وقال تعالى: ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. هنا زيادة الهمزة والسين والتاء لها معاني في اللغة، يعني في هذا السياق واستغنى الله، يعني زيادة الهمزة والسين تفيد المبالغة في الفعل والإكثار منه. أحيانا زيادة الهمزة والسين والتاء في بعض السياقات تفيد الطلب، ولكن لها استعمال آخر وهو المبالغة في الشيء والإكثار منه. فهنا واستغنى الله يعني عظم غنى الله سبحانه وتعالى، يعني هنا واستغنى الله يعني وعظم غنى الله سبحانه وتعالى. وكذلك لها معنى ثالث، زيادة الهمزة والسين والتاء لها يعني معانيها المشهورة ثلاثة، هي الطلب، هذا في أكثر الأفعال يعني تأتي بمعنى طلب الشيء، زي مثلا استغفر يعني طلب المغفرة، استسقى يعني طلب السقيا وهكذا، فتأتي بمعنى الطلب. والاستعمال الثاني اللي هو بمعنى المبالغة في الشيء والاستكثار والإكثار منه، زي واستغنى الله يعني عظم غنى الله. ولها معنى ثالث وهو بمعنى الحسبان أو ظن الشيء وحسبانه، يعني زي ما يقول مثلا استعظمت فلانا يعني ظننته عظيما أو حسبته عظيما، تقول مثلا استكرمت فلانا يعني حسبته كريما أو ظننته كريما حسب يعني السياق. استرحمت يعني طلبت الرحمة، هذه يكون يعني كما ذكرنا هي تحتمل هذه المعاني، يعني إما طلب الشيء، إذا كان الكلام مثلا هنا عن الله مثلا أن فلان استرحم الله تعالى يعني طلب من الله تعالى أن يرحمه، لكن يمكن مثلا في بعض السياقات حسب يعني إن السياق، فأحيانا تفيد يعني طلب الشيء أو المبالغة فيه والإكثار منه أو يعني ظن الشيء وحسبه.
حسان هدما. فهنا يعني واستغنى الله يعني عظم غنى الله سبحانه وتعالى. والله غني حميد. وقال فرعون وملأه أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. وكذلك قالت الأمم لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قال والآيات في هذا كثيرة. والآيات في هذا كثيرة أن إيه؟ أن الكفار والأمم المكذبة يعني تعجبوا من كون الرسول بشرا وليس ملكا. قال ثم قال تعالى منبها على لطفه ورحمته بعباده إنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم ليفقهوا عنه ويفهموا منه لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته. ولو بعث إلى البشر رسولا من الملائكة لما استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه. كما قال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فإذا يعني من الحكمة في هذا كما ذكر أنه لو كان الرسول ملكا فالملائكة طبيعتهم مغيرة ولا يستطيعون مواجهتهم ولا الأخذ عنهم. وأيضا يعني من الحكم في هذا أنه لو كان الرسول ملكا لقال الناس يعني إنما يأمرهم به ليس مما يطيقه البشر ولا يفهم طبائع البشر ولا يعني ادعوا أنه أن هذه الشريعة يعني إنما يأمر بها الملك لأنه لا يعرف طبيعة البشر ولا يحس بهم وهذا شيء يعني ليس في وسع البشر. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الرسل يعني الجميع كل منهم يكون إنسانا مثلهم من نفس طبيعتهم ويكون مشبعا لأمته بالفعل كما يشبع بالقول يعني فيكون معهم ويأكل الطعام ويبيع ويشتري ويتعامل ويكون يعني في فعله قدوة وفي قوله يعني أسوة. وكذلك يعني أيضا لا يستطيعون رؤية الملك إلا لو تشكل في صورة بشر. فالله سبحانه وتعالى أيضا في سورة الأنعام قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني ولا شبهنا عليهم. لو بعث الله تعالى ملكا لبعثه في صورة بشر حتى يستطيع أن يروه ويأخذوا عنه. فإذا جعله في صورة بشر لقالوا هذا بشر وهذا ليس ملك وأنكروا ملكيته. يعني هو في النهاية يعني ليس هناك حكمة من جعل الرسل ملائكة. فقال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وقال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. قال ولهذا قال ها هنا الحكمة سنة يعني لا لا نقصد يعني الحكمة في فعل الله تعالى يعني بمعنى وضع الشيء في موضعه. يعني الله سبحانه وضع الشيء في موضعه أنه جعل الرسول إلى البشر يكون بشرا منه. الحكمة اللي معناها هنا إيه؟ وضع الشيء في الكتاب. في الآية في هذه الآية نعم كما تفضلت في الآية الكريمة هنا ويعلمكم الكتاب والحكمة. الحكمة هي السنة. قال ولهذا قال هنا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين أي كما أنتم فيها كما أنتم تمشون مطمئنين.
لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا أي من جنسهم. ولما كنتم أنتم بشرا بعثنا فيكم رسلنا منكم لطفا ورحمة. واضح؟ معنى يعني الله تعالى يقول لهم لو كان الملائكة يعيشون في الأرض لأنزل الله تعالى رسولا ملكا إلى عباده من الملائكة، لكن لما كان الذين يعيشون في الأرض إنسان فجعل الله رسوله إنسانا منه. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. قال يقول تعالى مرشدا نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الحجة على قومه في صدق ما جاءهم به، إنه شاهد علي وعليكم عالم بما جئتكم به، فلو كنت كاذبا عليه لانتقم مني أشد الانتقام، كما قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتير. يقول كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، يعني الله تعالى يشاهدني ويراني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يرشده الله تعالى أن يقول لقومه إن الله تعالى يعني يرى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول عن نفسه إنه رسول من عند الله ومبعوث من عند الله ويروي لهم عن الله تعالى ما قاله. فلو كان كاذبا على الله تعالى مفتريا على الله تعالى عاقبه الله تعالى أشد عقاب ولم يتركه يقول ما قال، كما انتقم الله تعالى ممن ادعى النبوة من الكاذبين وأظهر كذبهم وقضى أمرهم. وقوله إنه كان بعباده خبيرا بصيرا أي عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية ممن يستحق الشقاء والإضلال والإزهاق. ولهذا قال ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. قال ومن يهدي قال يقول تعالى مخبرا عن تصرفه في خلقه ونفوذ حكمه وأنه لا معقب له بأنه من يهده فلا مضل له، لا معقب لله تعالى، لا أحد يعني يغير أمر الله تعالى ولا يزيد فيه ولا ينقص منه، يعني ما قضاه الله تعالى ينفذ ويكون، لا يستطيع أحد أن يغيره ولا يؤجله ولا يزيد فيه ولا ينقص منه. كما قال تعالى هنا ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه أي يهدونهم، كما قال تعالى من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال وقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم، يحشرون يوم القيامة على وجوههم. قال الإمام أحمد حدثنا ابن مين قال حدثنا إسماعيل عن نفيع قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم سبحانه وتعالى. قال وأخرجاه في الصحيحين. نستعجبوا يعني كيف يحشرون على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. جواب وجهه عليه الصلاة والسلام. قال وقال الإمام أحمد أيضا وأخرجاه يعني أخرجاه يعني في الصحيحين البخاري ومسلم. عندي هنا البخاري في كتاب الرقاق وفي تفسير سورة الفرقان في صحيح البخاري ومسلم في كتاب صفة القيامة. قال وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال حدثنا الوليد بن جميع القرشي عن أبيه قال حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة
عفوا الطفيل عامر بن واثلة الكناني رضي الله عنه آخر الصحابة موتا رضي الله عنه وأرضاه. آخر صحابة. مات سنة 110 هجرية رضي الله عنه آخر صحابة موتا. يعني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم صغير وعاش سنة 110. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سنة يعني سنة 10 هجرية النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يأتي على الأرض 100 عام ويبقى على ظهرها أحد مما هو عليه اليوم. هو نفسه 100 عام النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا سنة 10 100 سنة من هذا التاريخ سنة 110 لم يكن على الأرض أحد يعني ممن بقي. قال عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال قام أبو ذر رضي الله عنه ثلاثة صحابة في هذا السنه صحابة عن صحابة فقال يا بني غفار قولوا ولا تحلفوا عندكم ولا تحلفوا ولا تختلفوا ولا تحلفوا يعني في الحاشية يقول يعني الرواية في المسند ولا تختلفوا هذا أحسن الله تعالى عنه. قال فإن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم حدثني أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج فوج راكبين طاعمين كاسين وفوج يمشون ويسعون السعي والمشي السريع يعني وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. قال فقال قائل منهم هذان قد عرفناهما يعني الذين يحشرون راكبين والذين تسحبهم ملائكة الذين تسحبهم ملائكة هذا ليس باختيارهم يعني والذين يسعون راكبين يعني هؤلاء يعني فعلوا ما هو معروف يعني أنهم يركبون فما بال الذين يمشون ويسعون يعني هؤلاء الذين يحشرون ماشين يعني ما بالهم يعني لماذا لم يركبوا قال يلقي الله عز وجل الآفة على الظهر على الظهر يعني على الدواب يلقي الله الآفة على الظهر يعني على الدواب حتى لا يبقى ظهر حتى لا يبقى ظهر يعني لا يبقى مركوب يعني إلا النادر حتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب القتب يعني رحم صغير على قدر سنان المعين قال فلا يقدر عليها يعني تهلك يعني معظم الإبل ولا يبقى إلا القليل منها لدرجة يعني أن البعير الواحد يعني يشترى بحديقة معجبة يدفعها ثمنا للبعير وربما صاحب البعير يعني لا يرضى أن يبيعه البعير مقابل يعني حديقة معجبة يعني في الوضع العادي هذه الحديقة يمكن يشتري بها مئات الإبل لكن من ندرة الإبل يعني ترتفع أثمانه هنا نعم الآفة مرض أو الداء يعني يلقي الله تعالى آفة يعني مرضا أو داء تموت منه الإبل يعني القتب رحل صغير على قدر السنان يعني ما يوضع على ظهر البعير بالنسبة للحشر ف يعني هناك أنواع من الحشر الحشر الأول هو الحشر الذي يكون في الدنيا إلى الشام في آخر السماء يعني هناك حشر أن الناس يحشرون يعني من أنحاء الأرض التي تكون معمورة أو مأهولة في ذلك الوقت في آخر الزمان فهذا يعني من آخر أشراط الساعة الكبرى أنه تخرج نار من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم ورد يعني وصف الشام بأنها هي أرض المحشر فالناس يجمعون الحشر ومعنى
جمع الناس وضمهم يعني من أماكن مختلفة يجمعون في مكان واحد، فهذا هو الحشر. فالأول الحشر اللي هو الذي يكون يعني في الدنيا يجمع من كان حيا على ظهر الأرض في ذلك الوقت، تخرج نار من قعر عدد وتسوق الناس إلى محشرهم. وورد في الأحاديث أن هذه النار تسير معهم حيث صاروا وتقيل معهم حيث قالوا، يعني النار تخرج وراءهم فيركضون مسرعين والنار تلاحقهم حتى إذا تعبوا توقفوا يعني للمبيت والراحة أو للقيلولة. فإذا توقفوا توقفت النار وراءهم، أول ما يستيقظوا ينتبهون من نومهم ترجع النار تلاحقهم فيوصلون سيرهم حتى تجمعهم في الشام ويدركون فيها نفخة الصعق التي يصعق فيها الناس، يكونون محشورين في الشام وينفخ في الصور فيصعق فيها. فهذا الحشر الأول اللي هو في الدنيا. ثم يعني إسرافيل عليه السلام ينادي، وورد في بعض النصوص أنه يكون عند صخرة بيت المقدس فينادي وينفخ في الصور ويصعق الناس. ثم بعد ذلك عند نفخة البعث النفخة الثانية هناك حشر آخر، وهو الحشر من القبور إلى أرض المحشر. أرض المحشر يوم القيامة هي أرض منبسطة بيضاء مثل خبزتي أو مثل قرصي النقي، يعني مثل قرص الخبز الأبيض النقي، تكون منبسطة ليس فيها معلم لأحد، لا فيها مرتفع ولا منخفض ولا فيها أي بناء ولا أي شجر ولا أي شيء. فأرض منبسطة يعني هي التي يحشر فيها الناس يوم القيامة، وهم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر. فهذا النوع الثاني من الحشر، يعني جمعهم من قبورهم إلى أرض المحشر للحساب والجزاء. هذا النوع الثاني من الحشر. وورد في الأحاديث يعني يحشرون يعني راكبين، المؤمنون يحشرون راكبين عشرات على بعير وثلاثة على بعير، يعني حتى على دواب يعني عجيبة، يعني تتحمل يعني ناقة تحمل عشرة، إذا ليس موجودا في الدنيا. يحشرون يعني من القبور إلى أرض المحشر. ثم هناك الحشر الثالث، وهو حشر المؤمنين إلى الجنة وحشر الكفار إلى النار، جمع المؤمنين يعني زمرا ومجموعات يساقون إلى الجنة يوم النحشر. فالمؤمنون يحشرون وفدا، وفدا يعني راكبين، قالوا في تفسير وفدا يعني راكبين، فيحشر المؤمنون إلى الجنة ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يعني عطاشا، والمجرمون يساقون إلى جهنم ويحشرون إليها. فهذا الحشر الثالث. إذن ثلاثة أنواع من الحشر، يعني الحشر اللي هو في الدنيا إلى الشام، ثم الحشر الثاني اللي هو من القبور إلى أرض المحشر للحساب والجزاء في يوم القيامة، ثم الحشر الثالث اللي هو حشر المؤمنين إلى الجنة والكفار إلى النار. فهنا في الآية الكريمة الكفار يحشرون على وجوههم عميا وبكما وصما، فيحشرون أول شيء على وجوههم أنهم يمشون على وجوههم عميا وبكما وصما. قال وقوله عميا أي لا يبصرون، وبكما أي لا ينطقون، وصما لا يسمعون. قال وهذا يكون في حال دون حال، وكما ورد يعني في علم اللي هو مشتركات القرآن، ويقال له علم النظائر والوجوه ومشتركات القرآن، اللي هو يعني استعمال اللفظ الواحد بمعان متنوعة في القرآن الكريم. ففي غالب القرآن الكريم دائما إذا ذكر
العمى والبكى من الصمم، يراد به العمى عن سماع، عن رؤية الحق، والصمم عن سماع الحق، والبكى عن التكلم بالحق، يعني العمى الحسي، العمى المعنوي وليس الحسي. في معظم القرآن الكريم، في معظم القرآن الكريم العمى يراد به العمى المعنوي، يعني عدم رؤية البراهين والحجج ودلائل وحدانية الله تعالى، والصمم عن سماع القرآن والحجج، بمعنى يعني عدم الإنصات له وعدم الإيمان به وعدم العمل به. ففي الغالب يأتي بهذا المعنى، لكن في هذا الموضع أتى بالمعنى الحسي، يعني عميا العمل الحسي، يعني المعنى لا يرون، يعني لا يبصرون الأشياء، يعني لا يرى الشجرة أو الجدار أو الشخص الذي بجواره، وبكما لا ينطق، لا يستطيع أن يتكلم، يعني البكم الحسي يعني وليس المعنوي. لكن الكافر هو يعني يتكلم، لكن لا يتكلم بالحق. فسموه الله قال أبكم في بعض الآيات، بمعنى يعني لا يتكلم بالحق، لكن هنا البكم بمعنى الحسي، يعني لا يتكلم مطلقا. لما حشرتني يا عم؟ قد كنت بصير. قال وصما لا يسمع. قال وهذا يكون في حال دون حال، يعني كفر، لأنه أيضا عندنا يعني نصوص القرآن الكريم في بعضها أن الكفار يتكلمون ويتحاورون، فإذا البكم هنا والصمم يعني هو في مرحلة من مراحل يوم القيامة، ليس طول الوقت. قال جزاء لهم كما كانوا في الدنيا بكما وعميا وصما عن الحق، يعني في الدنيا كان بهم البكم والعمى والصمم المعنوي عن الحق، ففي الآخرة يعاقبون بالعمى الحسي والبكم الحسي والصمم الحسي. فجوزوا في محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه، أحوج ما يحتاجون إليه. مأواهم أي منقلبهم ومصيرهم جهنم. كلما خبت، قال ابن عباس رضي الله عنهما سكنت، وقال مجاهد طفئت، زدناهم سعيرا أي لهبا ووهجا وجمرا، كما قال تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه من الآيات الكريمة الدالة على بقاء النار وعدم فنائها وعلى خلود أهلها فيها، لأن بعض الناس يعني قالوا النار تفنى، سبحان الله، يعني تجد في كتاب الله تعالى كل الاحتمالات يعني أبطلها الله تعالى، من كلما تفيد التكرار والاستمرار والدوام. فهنا مثلا يعني الذين يقولون النار تفنى، يعني كيف تفنى النار؟ يعني إما فناؤها، يعني إما أن يكون، إما أن يكون مثلا بموت الكفار، لكن الله سبحانه وتعالى قال مثلا لا يموت فيها ولا يحيى، وقال مثلا الاحتمال الثاني مثلا أن الكفار يبقون فيها ولكن لا يتألمون مثلا، أو يعني يذهب عنهم الألم بسبب احتراق جلودهم، لكن الله تعالى قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهذا الاحتمال غير موجود، كلما تفيد الاستمرار والدوام والتكرار إلى الأبد. ومثلا احتمال آخر أن يخرجوا منها، أن يخرج الكافر من النار، فنجد أن الله تعالى قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. احتمال أن النار تخبو وينطفئ وهجها، الله تعالى أيضا أبطل هذا، كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني كل الاحتمالات تجدها أبطلها الله تعالى، بحيث لا يبقى إلا احتمال واحد، هو أنهم يبقون في النار متألمين والجلود تتجدد وحياتهم تتجدد، والنار يستمر وهجها عياذا بالله تعالى. نقف هنا إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم. سلام عليكم شيخ. أشهد الإسلام قال أن
جنة ولا في النار؟ لا، هو قال عن النار بس ما قالش يعني. النار ورد حديث يعني تخبو النار وينبت في قعرها الجرجير، ورد هكذا. بس لكن الحديث هذا يعني في سنده ضعف من جهة، وذلك وجهوه أيضا بأن المقصود به النار التي أعدت لعصاة الموحدين، ليس المقصود به النار التي أعدت للكافرين من بعد ما يخرج عصاة الموحدين. هذا صلى الله عليه وسلم.